ازاي ما اقعد معاه يقول لي القانون لا يحمي المغفلين يا باشا؟ عندك اثباتات على الكلام ده؟ كل الشركات قطاع الاعمال شغاله معالي الباشا ما عدا شركه الصناعه وبيع المصنوعات. ساده مشاهدينا اهلا بكم. النهارده معانا استغاثه غريبه النوع. شخص بيدعي انه اتنصب عليه في 13 مليون جنيه. رفع دعاوى قضائيه، سلك المسلك القانوني بكل الجوانب، ولكن الخصم هنا هي مؤسسه تابعه لوزاره قطاع الاعمال، وجه تقدم لنا بهذه الاستغاثه، ولكن احنا دورنا ان احنا نطلعه على الهواء يناشد المسؤولين. خلينا نسمع منه ايه هي الاستغاثه وايه التفاصيل اللي حصلت معاه. موضوع شائك جدا. 13 مليون جنيه مبلغ مش هين تماما على اي شخص في هذا التوقيت. خلينا نسمع منه ونتعرف بيه مع بعض. انا وحضراتكم برحب بيك على صدى البلد. اهلا وسهلا استاذ اسماعيل. عرفني بنفسك اولا. محمد جمال قاسم، مستثمر ومشارك مع شركه الصدناه وبيع المصنوعات. ايه الموضوع اللي حصل معاك؟ انت يعني انت دلوقتي انت صاحب، انت حاليا المفروض انا صاحب شركه هاي تكس اللي هي متعاقده مع شركه الصدناه وبيع المصنوعات في المشكله القائمه اللي احنا قاعدين عشانها. طيب اتفضل احكي لي ايه هي المشكله وبدات معاك من امتى. المشكله بدات معانا ان كانت شركه الصدناه وبيع المصنوعات عارضه فرع الدقي في مزاد علني. طبعا الفرع كان متهالك لان بقاله اكتر من 70 سنه ولا 50 سنه، يعني بص يعني حاجه كده كان اللي موجود جواه بس حيوانات. ده الكلام ده سنه كام؟ يعني المزاد اللي انت دخلت خدت فيه ال... خدته سنه 2018. تمام. فجينا بعد كده احنا طبعا كصعايده، انا اولا من ابناء محافظه السوهاج، احسن ناس على راسنا، فطبعا احنا كصعايده بنشتغل هنا في القاهره وفي الجيزه، بنعمل زي نظام جمعيه مع بعض. فجينا حسبنا الموقع، طب هيصرف علينا كام، طب هندفع كام تامين، طب نخش جلسه المزاد، لا ما نخشش، دخلنا جلسه المزاد وحسبنا حسبتنا واتكلنا على الله ولسه علينا المزاد واستوفيت كل الجوانب الماليه معاهم وسلمونا الفرع 20/12/2018. تمام. طبعا عملنا جمعيه بيننا ما بين بعضينا، لمينا حوالي بتاع 13 مليون، انا ولاد عمي وناس من البلد، اللي دفع 500,000 واللي دفع 600,000 واللي دفع 400,000 واللي دفع 300,000. طبعا كل واحد على قده. تمام. جينا طبعا خدنا الفرع، بدانا نشتغل فيه. طبعا الفرع متهالك، كان دور واحد الفرع. بعد كده قعدنا مع رئيس مجلس الاداره بتاع الشركه، طب احنا عايزين نزود مساحه الفرع. شركه ايه بقى تحديدا؟ شركه الصدناوي. شركه صدناوي يعني شركه اسمها صدناوي تابعه للشركه القابضه للسياحه والفنادق اللي هي تابعه لوزاره قطاع الاعمال العام. تمام. طبعا قال لنا مفيش مشكله، ماشي، طالما هتزودوا المساحه وهتعظموا المبنى وهتعظموا المشروع نفسه وهتخلوا المبنى بشكل لائق، مفيش مشكله. تمام. ادانا موافقه ان احنا نعمل دور تاني. ماشي. وعملنا دور تاني. طبعا كانوا مدين لنا فتره السماح 3 شهور تشطيبات. فطبعا مشكوره الرئيس مجلس الاداره اللي هو محمد عبد الحميد عناره اللي هو رقابه اداريه، فادانا شهرين تاني فتره السماح. تمام. تعاون يعني. تعاون. بعد كده مشينا في اجراءات التراخيص مع مديريه الاسكان. طبعا هم تبطئوا شويه في اجراءات التراخيص مع مديريه الاسكان، لكن اهو بدات تمشي يعني الامور. تمام. ومشيت الامور الحمد لله. طبعا ابتدانا افتتاح يعتبر وشغل في الفرع في 20 شهر 4/2020. قعدت سنتين تطلع في تصريح. سنة ونص طلع في تصريح وتتفاوض وتشطيبات، لان احنا المبنى كان قمة التهالك. تمام. حضرتك في فيديو موجود للمبنى قبل التطوير وبعد التطوير. حلو جدا. وخطوات التطوير كلها متصورة خطوة خطوة. تمام. عشان تكون صادق حتى مع شركائك يعني. بالظبط. اللي مش حاضر يشوف يعني. بالظبط. وبدأنا ننفق وبدأنا نشتغل وبدأنا إلا إن رئيس مجلس الإدارة اللي هو محمد عبد الحميد عنارة توفاه الله. تمام. جه مسك رئيس مجلس إدارة جديد اسمه الأستاذ أحمد جويش. طبعا إحنا في جزئية أنا يعني ممكن أكون عديتها دلوقتي في الكلام معاك. طبعا إحنا
كان وضع كورونا طبعا، الدنيا كانت الحالة الاقتصادية ما في الشغل، فبدأنا نتواصل عن طريق مندوبين تسويق مع شركة كارفور على أساس ان احنا نجيب شركة كارفور في الفرع نفسه وهي تاخد جزء واحنا نبقى فاتحين جزء. يعني ازاي انت هتجيب شركة تانية على شركتك وازاي ده؟ لا بمشاركة، بمشاركة بعقد ثلاثي الاطراف بيننا احنا ما بين مقنن الشركة. يعني آه. وضع مقنن وضع مقنن اي مخالفات. وجبنا جواب من شركة كارفور وقدمناه لشركة صدناوي. تمام. وشركة صدناوي وافقت. حلو جدا. بحق التأجير لشركة كارفور في قرار مجلس ادارة. تمام. بقرار مجلس ادارة. فجينا طبعا جه الاستاذ احمد جويش مسك الشركة، لمولي المستثمرين اللي بيتعاملوا مع الشركة كلهم، طبعا بدأ يقعد معانا واحد ورا التاني. طب حضرتك انت واخد بكام ايجار؟ واخد بمية وخمسة وبدفع 10% زيادة سنوية، 14% ضريبة قيمة مضافة. لا عايزين نزود العقد بتاعك. طب حضرتك انا بقالي ما استفدتش، انا ما لمتش جنيه من الفلوس اللي صرفت، المبنى صارف 10 مليون. عايز يزود قيمة الايجار. قيمة الايجار وانت لسه اصلا ما بدأتش. وانا لسه اصلا ما بدأتش. طيب حضرتك انا النهاردة راجل لسه ما اشتغلتش بقوة. مفيش قوة اشتغلت بيها لسه. ده انا استلمنا 20/12/2018، بدأنا تشطيبات، دخلنا في 2020 كورونا شهر 4 دخلت كورونا. يا باشا لسه احنا بنقول يا مسهل. ده احنا حتى مش عارفين نلم جنيه من الفلوس اللي صرفناها. وجابوا ناس. قرار تنفذ بإزالة التعديات. آه اللي هو المفروض ان انتوا التعديات. المفروض ان احنا التعديات اللي هو معانا عقد. اللي معاكوا عقد ايجار ومعاكوا وصلات تسديد. ومعانا وصلات سداد. وكل حاجة. ومعانا قرار من مجلس الادارة بمد العقد 3 سنوات. طب ما هو القرار دوت يلغي قرار برضو. قرار مد العقد يلغي قرار من نفس مجلس الادارة. سيادتك ادي قرار مجلس ادارة بمد العقد. ما هو لو نفس مجلس الادارة اصدر قرار بعد ده، يبقى القرار الجديد يلغي القرار القديم. سيادتك القرار بتاع ازالة التعديات مبهم. مبهم مش مفهوم. ولا مش مكتوب فيه اسباب التعديات ايه. مش مكتوب فيه اسباب التعديات ايه. طب ايه اسباب التعديات؟ وبعدين سيادتك يا استاذ اسماعيل يعني. طب انت ليه ما رجعتش؟ طب ده انا رميت 13 مليون جنيه في الفرع، وانا اللي متحمل مسؤولية مع ناسي. انا اللي متحمل مسؤولية مع ناسي. زودوا قيمة الاصل 50 مليون. يعني ايه زودوا قيمة الاصل 50 مليون؟ يعني ايه زودوا قيمة الاصل 50 مليون يا باشا؟ يعني المبنى كان متهالك. تمام. بنيته من جديد وعملناه حاجة محترمة وعملناه حاجة تشرف. السعر بتاعه على الاول غير السعر حاليا. اكيد. يبقى انا كده عظمت قرارات الدولة. زودت المساحة. لو المساحة 900 متر المساحة بقت كام؟ بقت الضعف. بقت الضعف. مش بنيت دور تاني؟ بنيت دور تاني. يبقى الضعف. بقت الضعف. طب أنا يعني إيه الخسائر اللي تسببت لها؟ طيب أنت رفعت دعاوي قضائية إيه؟ طعنا على قرار الوزير في مجلس الدولة. قرار الوزير اللي هو بإزالة التعديات وتم إغلاق ال بإزالة التعديات ورافعين دعوة حساب. نشوف مين ليه عند مين. حد يفصل ما بين كل جهه القضائيه تفصل. حد يفصل ما بيننا. ورافعين دعوه ببطلان اجراءات التنفيذ. وبعتنا انذار ببطلان المزاد. ورفعنا دعوه مستعجله بوقف المزاد. طب كل ده ايه اللي اتبت فيه بقى؟ يعني كل الدعوه دي ايه اللي اتبت؟ كل ده منظور امام القضاء. كل ده منظور امام القضاء. طلباتك ايه يا سمحة؟ انا طلباتي عايز حق يرجع لي. بس انت شايف حقك اللي هو ايه ويرجع بانهي آلية؟ انا يا استاذ سمعين لو هيطلعوا لجنة تقدر المصاريف اللي احنا صرفناها وناخد فلوسنا مفيش مشكلة. لو هيدونا
الموقع بتاعنا والفرع بتاعنا وتكمل بقية عقدك عمرهم ونلتزم والاشتراطات اللي نفسهم فيها يكتبوها واحنا نوقع عليها. تمام. طب احنا هنطلب ايه اكتر من كده تاني؟ احنا طالبين العدل. انت شايف ان في ان ان ان, إن مين اللي ظلمك يا معالي الباشا؟ القرار بتاع رئيس مجلس الاداره. احنا كان في لجنه في الهيئه العامه للاستثمار حل مشكلات المستثمرين. سيادتك بعتنا لهم المذكره دي. طلبوا مننا مذكره وقفوا لنا الرخصه. مين اللي وقف لك الرخصه؟ وقفوا لنا هم الرخصه. الشركه نفسها وقفت الرخصه. الشركه نفسها وقفت. وانت بتبني وتعمر وانا بعمر. طب ده كلام يعني ده قرار غير سليم ان حد يعمل كده. الشركه يا فندم اقسم بالله انا طالع وبتكلم على الهوا علشان يعني حاسس ان في ناس بتضر في البلد. انا حاسس ان في ناس بتضر في البلد. اقسم بالله انا طالع وبتكلم عشان حاسس ان في ناس بتضر البلد. ما هالامور دي مش طبيعيه. ازاي انا صارف 5 مليون جنيه على فرع وانت اللي موقف لي الدنيا فيه وتقول لي انا هخليك تشوف فلوسك وهي بتتهد قدام عينك؟ ده مين اللي بيقول كده؟ ده رئيس الشركه الاستاذ احمد جويش. ازاي ما اقعد معاه يقول لي القانون لا يحمل مغفلين يا باشا؟ عندك اثباتات على الكلام ده؟ عندك شهود على الكلام ده؟ اه يا باشا موجود يا باشا شهود على الكلام ده. دام عندك شهود وانت انت الراوي للحديث موجود يا باشا والكلام ده كل كلمه بتكلمها بورق وبمستند وادي الاصالات بتاعتنا دافعينها سيادتك. بص ادي 10/22/100,000 14/8/22/100,000 20/8/22/300,000 دي كلها إيصالات سداد متسددة للشركة. دي كلها إيصالات سداد متسددة للشركة. ده لو إنسان قلبه على البلد لا ده المستثمرين الصغيرين دول الناس الصغيرين اللي شغال واخد له فرع مشغال له عنده 30-40 عامل خفف الهيدك من على البلد بدل ما عطله نديله دفع وشرد العمال ده نديله دفع. ده انت لو معاك مشكله تعالى حلها لك. ده انت لو ثبتت المحكمه ان عليك فلوس الضرائب تعالى جدولها لك. ازق فيه مش افطسه. كل الشركات قطاع الاعمال شغاله معالي الباشا ما عدا شركه الصيدنه وبيع المصنعات. انت قدمت استغاثتك وثبتناها بالورق واحنا الساده مشاهدينا الساده يعني مسؤولينا اديكم شايفين اديكم سامعين قمنا بدورنا وسلطنا الضوء على هذه الاستغاثه. بالفعل الاستثمار لازم نسنده. بالفعل المفروض ان اي مسؤول يسهل الامر على اي مستثمر اي كان مستواه بقى يعني مستثمر صغير مستثمر كبير. المفروض ان انت تراعي هذا الجانب في هذه التوقيتات الصعبة على الجميع. شكرا مشاهدينا ومتابعي صدى البلد. شكرا لكم.